وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية. مساء الخير الشيخ حمد، وبداية يعني إجراءات تأمين الجولة الثانية من الانتخابات بدأت فجر اليوم، بإيجاز يعني ما هي إجراءات التأمين التي مهدت لعملية التصويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً إجراءات التأمين بدأت بوضع خطط لتنفيذ العملية بالكامل، سواء في الجولة الأولى أو جولة الإعادة اليوم. اليوم طبعا تم مراجعة خطط الجولة الأولى، سواء كانت الأمنية أم المرورية وتطويرها، ولله الحمد جرت بكل يسر وسهالة. نعم. وتم يعني توصيل جميع أفراد الاقتراع إلى كل مراكز الاقتراع في البحرين في الوقت المحدد لذلك. نعم شيخ حمد، هناك انتشار أمني واضح وحضور متميز وجدنا اليوم في مساعدة المواطنين، وذلك من خلال تنظيم الحركة المرورية، نماذج كثيرة حقيقة مشرفة. كيف أدرجتم هذه الأمور ضمن آلية العمل الأمني؟ فلسفة العمل الأمني في البحرين هي فلسفة قائمة على التعاون. نعم. على التعاون المجتمعي وعلى تعاون المواطن والمقيم. لله الحمد هذا التعاون موجود، الانتشار الأمني كان موجود في كل مكان اليوم لتسهيل العملية المرورية، لمراقبة الإجراءات الأمنية يعني من خارج مراكز الاقتراع، لمساعدة الناس اللي محتاجين إلى مساعدة. هناك تفهم ووعي لله الحمد من الجميع، وهناك تعاون بين الجميع لإنجاح هذا. نعم. العرس الانتخابي. نعم، حقيقة المشهد الانتخابي اليوم يوجه العديد من الرسائل، يعني لعل من أهمها إصرار المواطنين على المشاركة واختيار ممثليهم في المجالس النيابية والمجالس البلدية، يعني كيف رأيتم هذه الصورة؟ هذه يعني أشياء تثلج الصدر. الواحد لما يعمل بجد واجتهاد ويأمن هذه المواقع ويشوف الإقبال من الناس. نعم. والتعاون والابتسامة والفرحة على وجوه الناس اللي جاية تصوت واللي جاية اليوم مرة ثانية تصوت، تحس أنك أنت جهدك اللي سويته ما راح أباء، بالعكس تحس بفرح أن الناس كلها تحس بهالمجهود اللي صار، وكل الناس قاعدة تصوت، ولله الحمد ما عندنا أي مخالفات ولا شيء، ولا عندنا أي مشاكل أمنية تذكر. نعم، اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.